وهالله على ابو الزناف عيني يا مولاي ضرب الخناجر ولا حكم النادل بيا هو سايق عليك النبي هون متى تدفني بين القبور الخضور وتزور يوميا هو لولا ليكم يا اهلي هو لجي انا البيت اشسي على ركبتي وكحل عيونه أما أن طلة عودوا بعد ما تعودنا عليكم عودوا ما هو كنتوا أخوة وأصحاب عودوا من يوم هالدار لا بيها أخوي ولا بن عم ولا بن خال عودوا ولا ارسلونا نسمة من هوى الشام بيا وقت لو ما ردتوا تعودوا لا يا ريت تعودوا